يعني المساومة والابتزاز فيما يتعلق بموضوع إدخال المساعدات إلى قطاع غزة، خاصة فيما يتعلق بالمساعدات الطبية. هنا كيف يمكن أن نوفر اليوم المساعدات الطبية اللازمة أو حتى الوقود على سبيل المثال، على اعتبار أن أغلب المستشفيات في قطاع غزة خرجت عن الخدمة بشكل نهائي، وهذا بحسب تصريحات من وزارة الصحة الفلسطينية. ما الحل برأيك؟ نعم، مثل ما حضرتك تفضلت مضبوط، أكثر من 15 مستشفى و32 مركز طبي هن خرجوا على الخدمة، بعضها بسبب تعرضه للقصف والبعض الكبير منا بسبب نقص الوقود. نحن كاتحاد دولي جمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر نشدنا منذ اليوم الأول لبدء دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة. من دون وقود لا يمكن استمرار العمليات الإنسانية، لا بتقدر طوائم الهلال الأحمر الفلسطيني ولا سيارات الإسعاف هي تقدم الخدمة للجرحى والإسعافات الأولية، ولا بتقدر اليوم حتى وقت بتدخل هيدي المساعدات إذا ما كان عندك وقود أنت ما بتقدر توصليها من مخازنك للناس المتضررين. المياه أيضا، شبكة تحلية المياه، من دون وقود اليوم هيدي الشبكة اللي كانت تأمن 40% من المياه للناس بغزة هي اليوم خارج الخدمة. الناس عم تشرب مياه ذات ملوحة عالية ومياه عم يختلط فيها الصرف الصحي. فضلا عن ذلك يعني حتى ما في إمكانية للنفايات لنقلها من مكان إلى آخر. بعض الزملاء اللي موجودين بغزة نقلوا لنا صورة الوضع وخطورته، عم تنتقل أمراض الجدرة بسبب كمان عدم وجود المياه النظيفة، هيدا بيعرضهم للأمراض المنقولة عبر المياه. حتى الخبز اليوم إذا ما في وقود اليوم ما في الناس يتأمن قوتها اليومي. فكل هيدي الأمور مجتمعة بتفرجي قديش اليوم الوقود هو أمر حيوي، رغم أهمية دخول المساعدات اليوم، ولكن نحن منجدد قولنا أنه هيدي بتشكل نقطة بمحيط الاحتياجات الإنسانية الهائلة، ومن دون الوقود أكيد لا ولا فريق الهلال الأحمر الفلسطيني ولا أي منظمة دولية اليوم قادرة على الأرض تأمن الاحتياجات الأساسية المطلوبة.